السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد ديال السنه الاولى من سلك البكالوريا لسنه 2023 لجهه سوس ماسا ماده اللغه العربيه. النص: عصر الذكاء الاصطناعي. تعيش البشريه اليوم مرحله تحولات نوعيه جديده شبيهه بالثوره العلميه في العصر الحديث. انها ثوره التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي الذي يمهد تدريجيا للدخول في مرحلة جديدة بتغيرات جذرية ستقضي إلى تغيرات في بنية المجتمعات الإنسانية الراهنة وثقافاتها وطرق تفكيرها وفهمها للعالم وتعاملها مع مظاهره ومشكلاته وقضاياه، كما قد تفضي إلى إعادة النظر في مفهوم الإنسان ودوره في من جديد. ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز زعامات ثورة التكنولوجيا، لكنه يهدف إلى قيام الآلات بالعمليات الذهنية التي يقوم بها العقل البشري، أي إيجاد عقل اصطناعي شبيه بعقل الإنسان يفكر ويحلل وينتقد ويعطي بدائل ويحلل عددا من المشكلات التي قد تستعصي أحيانا على الإنسان. بهذا المعنى فالذكاء الاصطناعي هو عملية محاكاة للذكاء البشري عبر أنظمة الكمبيوتر من خلال برمجيات وخوارزميات تجعل الكمبيوتر قادرا على التعلم وجمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات بصورة تحاكي طريقة تفكير البشر. وهو ما يعني أن الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر ثلاث صفات رئيسية، هي القدرة على التعلم واكتساب المعلومات ووضع قواعد استخدامها، ثم جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وخلق العلاقات فيما بينها عبر قواعد البيانات العملاقة، إضافة إلى اتخاذ قرارات اعتمادا على تحليل المعلومات. وإذا نظرنا إلى أبرز التطورات في هذا المجال فسنجد أن الروبوتات أخذت تدخل في جوانب عديدة من واقع حياتنا اليومية وحلت في بعضها محل الإنسان، بل أدت إلى تراجع دوره تدريجيا. وقد نجم عن هذه التحولات مشكلات عدة، منها تراجع الوظائف والمهن التقليدية وتجاوز الكثير منها وفقدان العديد من الموظفين ووظائفهم وإفلاس شركات لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التقنيات المستجدة. ويذهب البعض إلى أن هذا التقدم الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا كبيرا يهدد حتما الذكاء الإنساني ويعيد الإنسان إلى الوراء ويقود إلى تجميد العقل وتحييد الكثير من عملياته المعروفة. هذا وتعد الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي من أكثر الاستخدامات المثيرة للقلق بالنظر إلى الدمار الكبير الذي قد تتسببه في حال خروجها عن السيطرة بسبب خلل فيها أو لأخطاء بشرية. ولئن كان العالم قد قطع شوطا طويلا في هذا المسعى، فلا تزال هناك صعوبات تعترض الوصول إلى الهدف الأساسي بسبب طبيعة العقل البشري والتجارب والتراكمات التاريخية التي تمتد إلى مئات الآلاف من السنين وصولا إلى وضعه الحالي. بالرغم من الإنجازات التي يحققها الذكاء الاصطناعي، هناك حدود معينة متعلقة بالإنسان لا يمكنه تجاوزها أو تعويضها، مثل العواطف والانفعالات والمشاعر والممارسات الأخلاقية. وإذا كان هناك متفائلون بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان قريبا، فهذه نظرة لا تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي قد تحد من ذلك. فالإنسان في نهاية المطاف مجرد إنسان وليس آلة. الأسئلة: أولا، مكون النصوص. الأسئلة التالية: السؤال الأول، تأمل عنوان النص وأبرز علاقته بموضوعه معللا جوابك. سؤال ثاني، حدد القضية المحورية التي يطرحها النص. سؤال ثالث، اشرح قول الكاتب. ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز دعامات الثورة التكنولوجية لكونه يهدف إلى قيام الآلات بالعمليات الدينية. سؤال الرابع، استخرج من النص 4 ألفاظ أو عبارات تدل على حقل التكنولوجيا وأربعة أخرى تدل على حقل الإنسان وصنفها في جدول. سؤال خامس، أبرز من خلال الفقرة الثالثة من النص المشكلات التي أسهمت في تراجع دور الإنسان تدريجيا أمام الروبوتات مبينة العلاقة بينهما. السؤال السادس، وظف الكاتب أسلوبي التوكيد والنفي، مثل لكل واحد منهما من الفقرة الرابعة من المثال بمثال مبينا وظيفتهما. السؤال السابع، أكتب فقرة تناقش فيها القضية المطروحة في النص مبديا رأيك الشخصي فيها. عناصر الإجابة أو تصحيح
أولا مكون النصوص. علاقة العنوان النص بموضوعه هي علاقة ترابط وانسجام، لأن النص يقدم شرحا وتفسير للعنوان. السؤال الثاني، القضية المحورية التي يطرحها النص هي تعريف الذكاء الاصطناعي بوصفه ثورة تكنولوجية وإبراز انعكاساته على الإنسان والحياة. السؤال الثالث، يقبل كل شرح يعكس مضمون القول مع مراعاة سلامة اللغة والأسلوب وخلوهما من الأخطاء. الذكاء الاصطناعي أساس كل التطورات التي تعرفها البشرية. السؤال الرابع، تصنيف الألفاظ والعبارات. الألفاظ والعبارات الدالة على حقل التكنولوجيا هي الثورة العلمية، ثورة التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، أنظمة الكمبيوتر، الروبوتات، التقنيات المستجدة، برمجيات تقبل منها. أربعة، الألفاظ والعبارات الدالة على حقل الإنسان، البشرية، المجتمعات الإنسانية، واقع الإنسان، العقل البشري، عقل الإنسان، الذكاء البشري، الموظفين، الذكاء الإنساني، العواطف، المشاعر، الانفعالات تقبل منها. أربعة، السؤال الخامس، المشكلات التي أسهمت في تراجع دور الإنسان تدريجيا أمام الروبوتات هي فقدان العديد من الموظفين لوظائفهم، إفلاس الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التقنيات المستجدة، حلول الذكاء الاصطناعي مكان ذكاء الإنسان سيقود إلى تجميد العقل وتحييد عمليته المعروفة لكل مشكل، العلاقة علاقة ترابط وتكامل. السؤال السادس، التمثيل لأسلوبي التوكيد والنفي من الفقرة الرابعة من النص. مثال لأسلوب التوكيد، فإنه لا تزال أن الذكاء الاصطناعي قد تحد. مثال لأسلوب النفي، لا يمكنه، لا تأخذ، ليس آلة. الوظيفة، التأثير والإقناع. السؤال السابع، مناقشة القضية المطروحة في النص وإبداء الرأي الشخصي فيها. مناقشة المترشح قضية الذكاء الاصطناعي والمشكلات التي تسببها للإنسان في المستقبل، نقطة ونصف. إبداء الرأي الشخصي، نقطة ونصف. السؤال السابع، الذكاء الاصطناعي يمثل حقا ثورة تكنولوجية مذهلة ومثيرة للاهتمام، ومن خلال تقنياته المبتكرة يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق تحسينات كبيرة في حياتنا اليومية وفي عدة قطاعات من الاقتصاد إلى الطب والتعليم. ومع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى الحذر والتفكير العميق في كيفية تطبيق هذه التقنيات بشكل أخلاقي ومسؤول. يجب أن نضمن أن الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسانية بشكل إيجابي ويحترم القيم والحقوق الأساسية للأفراد. ثانيا، مكون علوم اللغة. السؤال الأول، استخرج في مصدرين لفعلين غير ثلاثيين مما تحته سطر في الفقرة الثالثة من النص مبينا وزنهما وفعليهما ووزن فعليهما بعد نقل الجدول إلى ورقة تحريرك مع الشكل هو الجدول اللي خصنا نعمله. السؤال الثاني، أنشئ بأسلوبك الخاص جملتين مفيدتين تضمن الأولى أمرا بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر وتضمن الثانية عددا معطوفا. ثالثا، مكون التعبير والإنشاء. جاء في النص ما يأتي، وبالرغم من الإنجازات التي يحققها الذكاء الاصطناعي هناك حدود معينة متعلقة بالإنسان لا يمكنه تجاوزها أو تعويضها، مثل العواطف والانفعالات والمشاعر والممارسات الأخلاقية. اكتب موضوعا إنشائيا منسجما تحلل فيه هذه الفكرة مستثمرا ما اكتسبته في مهارة الربط بين الأفكار. هما الأجوبة ديال مكون علوم اللغة. الجدول، المصدر، تطور، وزنه تفاعل، فعل المصدر تطور، وزن الفعل تفاعل. تراجع، وزنه تفاعل، فعل المصدر تراجع، وزن الفعل تفاعل. المصدر تحول، وزنه تفاعل، فعل المصدر تحول، تحول، وزن الفعل تفاعل. السؤال الثاني، أمر بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر لتحسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. عدد معطوف، الذكاء الاصطناعي من مستخدمات القرن الواحد العشرين. أمشوا دابا المكون التعبير والإنشاء. تعيش البشرية اليوم في عصر تقني مدهش، حيث يحقق الذكاء الاصطناعي إنجازات لا تصدق في مجالات متعددة مثل التحليل الضخم للبيانات والتعلم العميق والذكاء الآلي. ومع ذلك، على الرغم من هذه الإنجازات، يظل هناك جوانب من الحياة البشرية يصعب تكريس التقدم التكنولوجي لها، مثل العواطف والانفعالات والقيم الأخلاقية. إن العقل البشري يمتلك ميزة فريدة وهمة ومهمة لا يمكن للتكنولوجيا المتقدمة مجرد أن تحاكيها بالكامل، وهي القدرة على التفاعل بشكل شامل مع العالم المحيط
فالإنسان ليس مجرد حاسب يعمل بناء على البيانات وخوارزميات، بل هو كائن معقد يمتلك مشاعر وأحاسيس وقيما أخلاقية. على سبيل المثال، يمكن للإنسان التعاطف مع الآخرين وفهم العواطف والتعبير عن الحب والرحمة بطرق تتجاوز فهم البرمجيات والأجهزة. من الواضح أن هناك حدودا بشرية لا يمكن تجاوزها ببساطة وبواسطة التكنولوجيا الحالية، وهذه الحدود تتعلق بالعمق والتعقيد الذي يميز الطبيعة البشرية. مثلا، قد يتعذر على الروبوتات تجربة الحزن البشري أو التفاعل مع الآخرين بنفس الطريقة الطبيعية التي يفعلها الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، هناك أبعاد أخلاقية وقيمية تميز الإنسان وتحدده عند التعامل مع التكنولوجيا. فالإنسان يتخذ القرارات بناء على معايير أخلاقية وقيم اجتماعية تمثل تاريخه وثقافته وتربيته، بينما قد يكون برمجة الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل أساسي على معطيات فنية. لذا، على الرغم من النجاحات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، يجب علينا أن نفهم أن هناك جوانب في حياتنا لا تقتصر على الحوسبة والتكنولوجيا. يتعين علينا أن نحافظ على هذه الجوانب الإنسانية المتميزة ونستخدم الذكاء الاصطناعي بحكمة، موجهينه نحو دعم الجوانب الإنسانية دون المساس بالقيم الأخلاقية التي تميزنا كبشر. إنها سالينا الفيديو ديالنا، ما تنساش تحط معاك واحد اللايك وتشترك في القناة. وإلا عندك شي جواب بغيتي ولا شي استفسار بغيتي كتبوا لينا في الكومنتات. الله يعاونكم.